الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نشكر الأخوة في دائرة التوجيه المعني لوزارة الدفاع، وعن طريقهم ننقل تحايانا للأخ وزير الدفاع رئاسة هيئة الأركان العامة، وأن احنا نبلغه بأن اللواء 101 شرطة جوية بإذن الله سيكون لواء قائم بمهامه حسب ما كلفنا به من القيادة العليا، وبإذن الله تعالى أن احنا بنبقى على العهد، وأن هذا اللواء بيبقى إن شاء الله حجر عثرة أمام كل المخربين وكل المعاندين وكل من تسول له نفسه المساس بأمن ومنشآت هذا الوطن. طبعا اللواء تعرفون كلكم مهمته هي حماية المنشآت الحيوية وخاصة مطارات الإقليم، لأن نحن في مطار سيئون وضمت لنا مطارات الإقليم بشكل كامل، ونحن بإذن الله تعالى سنحافظ على هذه المنشآت بكل ما أوتينا من قوة.